أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. انا عاود داك الاسم اللي داير في داك الموقع ديالك دير سباعي بونبون ويمشي لك الموقع ان شاء الله. ودابا حنا بغيناك تشبع راسك شويه راك فهمتي على واش نقولوا فيها القش ديال الحرفات ما تبقاوش دابا غنصطو السي محمد العوال اللي حاضر معنا شخصيا وجا من بلاصه بعيده وتحمل عناء السفر وجا اليوم هنا حاضر تضامنا مع السي عيد اللماني وخليه كلمه وتحياتي استاذ وكل التقدير. تحيه لغاليه لهذا الوجوه ديال الخير. تحيه لنظام الصمود الشرفات المعاشات والشريفات المعاشات اللي واقفين اليوم هنا هم الشرفاء الحقيقيون هم السكان الحقيقيون ديال معاشات. الناس اللي جاو اليوم هنا ووقفوا هاد الوقفه التضامنيه هاد الوقفه باش نقولوا كلنا كفى كفى من الحكره كفى من العادات كفى من التشطات. الرساله اللي بغينا نوصلوها هي ان سعيد راك عليك ضرب سعيد اللماني ولكن كل سعيد اللماني ضربوا الاف مواطنين من المعاشات ضربوا الخوت ديالهم ضربوا في الخوت ديالهم ضربوا في حقهم في الطبيب ضربوا في حقهم في التيم ضربوا في حقهم في الطرقان. علاش؟ لان جماعه المعاشات كتصنف من اغنى الجماعات في المغرب ومن اغنى الجماعات قرار في الاقليم. ولكن في الحقيقه ماشي الجماعه اللي غنيه السباعي ولا غني ان الموارد تاع الجماعه كيعرف كيفاش يحولها كيعرف كيفاش يدوز الكود ديالو كيعرف كيفاش يصرف المشاريع تحول عنده يجيبو. اليوم رسالتنا واضحه اليوم المغرب في واحد المرحله اللي كيدوز لنا دقيقه خطيره بزاف. اليوم جا الفريق كيدوي وكيقول لنا راه كاين الفساد كل بركه من الفساد كيدوي على المنتخبين كل بركه عليكم العادات كيدوي على المؤسسات الاداريه تبركه من التشطات بركه من العادات. خطابات الملكي ولات واضحه الصوت ديالنا ولا نقول عليك ولكن شي ناس باقيين كيقمروا بهذا الوطن وكيقمروا بهذا المغرب ومن هذا الرئيس تاع الجماعه. الرئيس تاع الجماعه اليوم كيعتقد بان بالفلوس ممكن يدير كل شيء. طلعت برلماني لعبتي صوت الله يسخر لك ولد طلع برلماني على 6 الصباح يسخر لك درتي الكريانات تاع الرمله وهزيت الرمله وعرفتي تصرف الرمله فلوس الله يسخر لك. ولكن باش تبقى تستمر في النهر وفي الحكره ديال هاد الناس وفي الاهانه ديال هاد الناس ما يمكنش تستمر. لان لو كان دوم كوندامت بن علي قبل منك اللي كان رئيس دوله كوندامت قباتل قبل منك ولكن حتى النهايه ديالو هو ما غتكونش خالفه على نهايتهم لان ما بني على باطل فهو باطل. اللي تبنى على الفساد اللي تبنى بالتصفارت غيريب اللي كيبني قصور بالرمله يتريب غيجي البرد وغيريحها وهذا الشيء اللي غيوقع لسعيد. هذه هي بدايه النهايه. الاصوات اليوم الحره اللي كتنوض وكتقول لا في وجه سباعي سواء داخل المجلس ولا الالاف اللي خارج المجلس هي بدايه النهايه ديالو. لان السباعي كان كيعتقد بان هذه محميه ديالو كيتحكم فيها بوحدو ما يقرب له حتى واحد كيقول كلشي في جيبي ولكن بدايه النهايه ديالو بدات واليوم كيعتقد ان وكيل الملك كيحميه. كتعيط لوكيل الملك في التليفون قدام الناس وتربي عباد الله الله يسخر لك حتى دابا جا الوقت تتحاسبوا بجوج كتخلع عباد الله بالدرك برئيس مركز الدرك الله يسخر لك. ولكن عرفت بان بدايه النهايه هي هذه. المغرب اليوم مابقاش كيتسامح مع الفساد والمفسدين لان الفناطيه اللي في الاقليم كنعرفوا كل واحد تعرفوا شنو الفناطيه بعدا. الفناطيه هما المنتخبين بحال هذا الراجل هذا كيعطيك باركينغ كيطلع غير الحنير ومن فلوس باركينغ كيطلع غير الحنير داروا رئاسه القناعات ومن البرلمان وكاين الفناطيل كيدير الرمله كيسرق الرمله بالفلوس كاين اللي كيبارتي كيطلب الحمير وكاين اللي كيلق الرمله. السباعي اليوم كنوجه ليه رساله وحده باننا راه كلنا سعيد اللماني لا تمس سعيد اللماني تمسينا حنا كاملين ماشي غير تجي تبيع اعلامي السباعي ديال الجماعه
هذه هاد الجماعه وبان عهد حكم انتهى وهاد اليوم هاد الوقفه غتبعها وقفات اخرى لان المواطن العاشي ولا عارف بان هذا الرجل رمز الفساد وهي الاستبداد في هذا الاقليم في هذه المنطقه. هذا الرجل حول الخيرات تاع هذه المنطقه فقر هاد الناس فقر كل واحد السكان ديال هاد المعاشات يمشي ليه واحد الحق ديالو واحد النصيب ديالو كيتحول الفلوس كدار واحد السباعي باش كيشري الطوموبيلات ويجي مختار عليكم بيوم هنا لا هو ولا الشهد ديالو. اكثر هذا اليوم كيوضب شي وحدين ما عارفينش غنعملوهم مجموعه ديال الشباب مساك اليوم كيعتقدوا بان بديك 200 درهم و 500 درهم اللي كيقيم تباعي بان غيكونوا الصوت ديالو. راه نهار اللي كيريب نهار اللي كيريب الشهر كلشي اللي وراه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.